بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمة تلد الهمة. نحن عشنا في مرحلة جد صعبة، جائحة كورونا تلتها الأزمة الاقتصادية العالمية، جعلتنا أننا أصبحنا نعاني الأمرين، يعني شباب يعني يعطي البسمة والفرحة لكل أنصار وفاق سطيف، وفي نفس الوقت نحن كإدارة تحكمنا في الوضع، يعني لا نقول بذكاء ولكن بعقلانية وبموضوعية وكثير من الواقعية، وكان عندنا دائما أمل ومتأكدون، يعني متأكدون ليس بغرور ولكنه بعامل الخبرة، بأن الدولة الجزائرية لن تستغنى أبدا عن وفاق سطيف، لأن قضية فريق وفاق سطيف ليست قضية أشخاص، بل هي رمز من رموز تاريخ الكروي للجزائر. وبالتالي اليوم بفضل الله عز وجل تم حضور والي جديد في ولاية سطيف، بكل صراحة وبدون مجاملة قام في وقت وجيز ووقت ضيق وفي وقت جد صعب بتدخله الشخصي، وصلنا إلى مبلغ 6 ملايير سنتيم، تجعلنا لأن في نادي وفاق سطيف كما نقولوها بالفرنسية on fait pas de folie، سي دي سالير اللي يتماشاو مع العصرنة وتطور كرة القدم الجزائرية. بالتالي يعني تقدمت باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكل محبي وفاق سطيف بتشكراتنا الخالصة إلى والي ولاية سطيف، الذي منذ الوهلة الأولى ومنذ حضوره رغم الانشغالات اللي كانت عنده، وبالطبع هذا اللي يعرف اللي يكون عنده ثقافة الدولة يعرف بني ما جاء مسؤول أول على السلطة التنفيذية بدون شك يضرب 3 أشهر أو 4 أشهر للتعرف على كل المشاكل التي تعيشها الولاية بما فيها الرياضة والتنمية إلى آخره. مع هذا فإنه لم يبخل على أن هذا النادي، وفي كل مرة شغله للشاغل أن الولاية تطور في جميع المجالات بدون من ننسى سكون أبل فيكتور دو بي سوسيال، هذا الفريق الذي لديه أنصار وأتباع لم ينساه، وكان عند حسن ظننا نقول له بصريح العبارة باسم أسرة نادي وفاق سطيف نقدم لك تشكراتنا على يعني اهتمامك الخالص بهذا النادي، وسنكون إن شاء الله عند حسن الظن، ونطلب من الشباب دائما إعطاء المزيد والمزيد، ولن ننسى بأننا أبناء الجزائر وأعطينا للجزائر ونثق في دولتنا، وبدون شك لن يبخلوا علينا في الأمور المادية قادما. شكرا جزيلا سيدي الوالي.